مرحبا بنا فيها، مرحبا بكم في محلات جلال للديكور. أمي الحبيبة خالتي العزيزة خالتي مدام جدتي الحنونة عمتي الأنيقة، فيديو تاع اليوم حيكون فيه أناقة جديدة وفرناها لكم في المحل، راح نشارككم بها. هذه الأناقة يا أمي العزيزة تساعدك في استقبال الضيف في الديكور تاعك تاع الصينية، ولا تستعمليها في سهرات سيدنا رمضان. تبعي معايا يا أمي العزيزة ونشوفوا مع بعضنا. كما راكي تشوفي هذه الصاشيات المكعبرة هنا، هاي ليك صاشية مكعبرة جميلة أنيقة فيها لون ذهبي متميز يعني بالأنيقة. هاي ليك صاشية فيها أشياء، هاد الأشياء راح تساعدنا في الديكور تاع السني باش نحطوا عليها أطباق، يعني نشوفوا مع بعضنا. الأنيقة اللي دارها لنا عمي زكي، درنا لكم واحد الديكور نوعين مختلفين جميلين رائعين كما يقولوا متميزين بالأنيقة. دوك نشوفوا مع بعضنا، تبعي مليح معايا العزيزة، راح ننفخوا قلوبنا وكما يقول المثل قلبي الصغير لا يتحمل. تبعي معايا ونشوفوا مع بعضنا. كيما راكي تشوفي يا مال العزيزة الصاشية فتحناها عاودنا ديكوريناها. كيما راكي تشوفي الديكور اللي يجي فيه واش يجي؟ يجي هذا بورت سيرفيات تاع صرافط هاوليك يا مال العزيزة، ويجيو هذا الأطباق اللي راني حاط عليهم أنايا. تبعي مليح، درك نقرب لكم الهاتف وتشوفوا هايليك هما كيفاش راني حاط الأطباق، يعني أطباق تجي في قاعدة الكيسان ولا قاعدة تاع الرمكة كيما تلفنو. ديكور جميل سهرات سيدنا رمضان. جبنا هذا الديكور نحطو فيه الجو تاعنا هنا ناتورال، جيبي تشينا جيبي لاخر شو اسمو البنان تخلطيهم في الطاس تاع الجو، تعاودي تحطيه في هذا الطاس، تجيبي الكيسان كيما هكذا وتحطي الديكور هذا للتحت، هذا هو اللي احنا مركزين عليه. هذا الديكور ها هذا الطبق الجميل الانيق، وتحطيه الكيسان تاعك، زيد تجيبي طبق كبير كيما هذا، هذا تعمريه بالحلويات يا امي الحبيبه، وتجيب لنا ذيك الحلقوم وتجيب لنا الامور تاع سيدنا رمضان باينه هذه بلا لا منازع. زيدوا نجيبوا الفلون تاعنا ونجيبوا الامور تاعنا تاع التحليه ونحطوهم في هذا الرامكه، ونزيد نحطوا لها طبق واحد اخر ونحطوها كيما هكذا، وحنا درنا ديكور ولا اجمل ولا اروع من هذا. نشوفوه من الفوق، نشوفوه بالجنب، ونشوفوه شكل دائري ها ولا اجمل 360 درجه ها، رائع جميل وانيق. هذا الصاشيه بقده، شوفي قده فيها، فيها سته يعني صغار كيما هكذا ها كيفاش يجيو، سته صغار وعندك سته كبار كيما هادو. ها نجيو ستة صغار وستة كبار، دوك نشوفو مع بعضنا. ها ستة كيما هادو، ها ستة قطع كيما هكذا، وستة قطع كيما هكذا 12، وعندك الكبار كيما هكا 13، والأخرى 14، وهذه بور سيرفيات 15. 15 قطعة بقداه؟ ب60000. 15 قطعة ب60000، ديكوري كيما بغيتي. نزيد نعطيكم معلومة، هذه تقدروا تحطوا عليهم قهوة وحليب وتحطوهم عليهم ترامس. قهوة حليب والترامس. زدت درت لكم ديكور واحد اخر واللي هو هذا الاناقة الاخرى الثانية. كي نخلصوا على كل حال الاناقة الاولى نروحوا الاناقة الثانية. ها ديكور جميل انيق ورائع. هذو في مثال تاع القهوة، تقدر تحطيهم تاع القهوة، صحونة تاع قهوة هاديك. هذه تحط عليهم بريق تاع تاي ولا تحط عليهم الترامس تاعك. هذو تحط عليهم كيما كيسان تاع تاي ثاني كيف كيف. يعني انتي والابداع تاعك انتي والديكور اللي حبيتي يا امي العزيزه. الاناقه لك، الديكور لك، التميز لك، الجمال لك يا امي العزيزه الغاليه. حنا علينا المنتوج نوفره لك وانتي لك الابداع. صاشيه كومبلي ب60000، انتي ديكوري وانتي اتقل شي كيما بغيتي لكن الاختيار يا امي العزيزه. صاشيه ب60000 وانتي درتي ديكور ولا اجمل ولا اروع من هذا، يعني حاجه رخيصه ماشي غاليه بزاف. لا ماتيار تاعها جايه في الحطب الخفيف ماشي ثقيل بزاف بصح مليحه. هذه سوكوب، هذه يعني الصغنتوته هذه سوكوب هاك تشوفوا بها امي الحبيبه. صاشيه ب60000، زدنا وفرنا لك اناقه اخرى تاع سيدنا رمضان كيما راكي تشوفي مكتوبه رمضان كريم. هذه تقدر تحطوها ديكور فوق الطابله ولا سادو طابل كيما بغيتي. هذه السعر تاعها الحبه 95000، مخدومه بلا لي كوبون، حاجه مليحه انيقه جميله ورائعه. المهم ما تكسرش على كل حال. وعندنا صغيرة تاعها كيما هكذا تاع كيسان بسعر 15000، هذه 15000 مكتوبة رمضان كريم، أما بالنسبة للكبيرة 95، لكن الاختيار يا أمي العزة الغالية. ها سادو طابل جاية في الحديد لاليكو بوند، على كل حال هذه لاليكو بوند. أمي الحبيبة أمي الغالية كيما شتي أناقة اليوم ولا أجمل ولا أروع من هذا الجمال الرائع الجميل. في نهاية الفيديو أمي الحبيبة نقول لك تحية لك، تحية خاصة جميع الأمهات بدون ما ننسى أي أم معي في صفحة الفيسبوك أو قناة اليوتيوب. تحية مني إليكم، دمتم في رعاية الله وحفظه. نتمنى جميع نطلب الرب سبحانه على كل حال أنه أي إنسان مريض معنا في قناة اليوتيوب ولا صفحة الفيسبوك ربي إن شاء الله يشافيه، وربي يفرج على كل
أم أو أخت أو جدة أو عمة أو خالة أو صديق أو أب أو عم أو خال. تحية مني إليكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.